مرحبا بكم جديد على الحياة فيه، مرحبا بكم جديد في عيش هيلثي دوزيام بارتي من البلاتو نتاعنا. اليوم نحكيو على الحجرة في المرارة والمضاعفات نتاعها مع ضيفي الدكتور باسم الزيدي، مساعد استشفائي جامعي في الجراحة العامة بمستشفى الأغالبة بالقيروان. مرحبا بك باسم، مرحبا معنا بيك جديد. مرة أخرى ميك عايشك. كنا حكينا في البروميير بارتي من ليميسيون نتاعنا على الحجر في المرارة، المكونات نتاعو، الخصوصيات نتاعو. حكيت لنا دكتور على الأسباب والعلاج، تنزيدو نحكيو فيه بالديتاي في آخر الميسيون متاعنا، وبدينا نحكيو على المضاعفات. حكيت لنا على الالتهابات متاع المرارة اللي قلت لنا دكتور ينجم يكونوا التهابات حادة وإلا التهاب مزمنة، وحكيت لنا على الكمبليكاسيون الثانية اللي هي لابنكرياتي تيغو، التهاب في البنكرياس. قلت لنا ينجم يكون سامبل كي ينجم يكون لا قدر الله خطير ويؤدي للوفاة. المضاعفة الثالثة بديناها ونعاودو نحكيو عليها بالبداية اللي هي لانجيوكوليت، اللي هي قلت لنا الدكتور فما حجرة تمشي معناها في المجرى، في المجرى بتاع المجرى بتاع المرار اللي هو القنوات الصفراوية بالعربي. معناها لانجيوكوليت، لانجيوكوليت هي حجرة كما حكينا بكري باش تهبط في المجرى بتاع المرار باش تسكر المجرى بتاع المرار، باش توقع كيما اوني بير بريسيون كيما اللي صارت في تبدا حجرة في المرارة ما تعمل بير بريسيون باش تنفخ. هذه باش تصير نفس الحكاية اللي هي في المجرى، تتنفخ المجرى المرار هذاك الكل باش يرجع بالتوالي اللي يصنع فيه الكبده. اول حاجه الكبد ما عادش تولي تصنع، باش توقع كيما انستاز نتاعك البيل هذيك المرار في الكبده، الكبده تنجم تتنفخ تعمل تعفنات في عوض باش تتعفن جيست المرار، تتعفن المجرى نتاع المرار اللي هي العمليه على المجرى نتاع المرار هي عمليه دقيقه وتنجم تؤدي الى مضاعفات خطيره برشا. داكو كما تفهمنا زاد بكري على حكايه المجرى، كيبدا المجرى مازال جويد يعني الحجره مازالت جديده ما خذيش الوقت البدن اني باش الفاسو ديلاتي باش توسيعك المجرى، لازم نعمل عمليه بالمنظار من الفم هذاك، نهبطوا بالمنظار البلاصه اللي يخرج منها المجرى هذاك ونحلوه نخرجوا الحجر. داكو نفوتوا لو كاب ايغو هذاك نتاع معناتها الازمه الحاده، من بعد نحيوا المراره اللي هو ديما نعاودوها اللي هو سبب المشاكل الكل هو اكل ريزيرفوار. دونك المراره باش تتنحى، المراره باش تتنحى من الاول من بعد في نفس الوقت، هذيك سا ديبون دو شيروجيان ودو لابيتيد دو شيروجيان ودو تكنيك اللي باش يستعملها. داكور هذه حاجه. كاني بار اكزومبل الحجره سكرت المجرى وخاطر كي تسكر المجرى مش تسكر 100% ديما ثم شويه باش يفلت، لكن لي بيربريسيون موجوده باش الفاسو ديلاتي لا فابيليير باش تتوسع، وقتها النجم احنا في الحاله هذيك نجم نعملوا عمليه وقتها تولي اسيل اوفير ما عادش بالمنظار، نحلوا المجرى نحوك الحجر ننظفوه كل شيء نحطوا فيها الدران كما كتويو اللي يخرج منها باش في عوضك البيل هذيك المرار اللي في باش يبقى في المجرى هذاك نخرجوه لبرا، فهمتني؟ يخرج لبرا باش معناتها ما عادش باش يبقى يرجع على الكبده التالي باش يخرج لبرا وفرد عمليه نحيو المرار. العمليه هذه نستعملوها في الحالات الاستعجاليه بار اكزومبل، احنا تو بار اكزومبل في تونس عندنا هذول زوز ولا ثلاثه سراب بس في تونس يعملوا العمليه هذه نتاع بالمنظار، دونك ماهم اي سون با ديسپونيبل كل وقت. ما نمشي انا تو بار اكزومبل جاني اون جيوكوليت راهي ايماجين هي الكلوه، شفتوا الاورغان قد ما هو مهم صغير اما الديبي نتاع الدم اللي يدخل له كبير برشا، يعني ريت اي جرثومه تشي تنجم تعمل كارثه في البدن، فما بالك بالكبده. ايوه الكبد راه يصفي البدن الدم اللي يخرج من التيوب ديجستيف الكل ومن الدم الكل، يعني ياريت اي جرثومه اي تعافي نجم ياثر تاثير كبير على صحه وعلى حياه المريض. يعني نتلزوا ساعات في ديكا اورجون انه نعمل عمليه استعجالي لازمنا اوبليغاتوارمون اون دو فيدي لا فوا بيليير اون دو دي كومبريمي لازم نخرجوا منها المرار المتعفن. داكور دونك نعمل عمليه استعجاليه واخا مش نبقى نبعث بار اكزومبل لتونس والا النابل والا المهدي المستير اللي هما توا عندهم التكنيك هذيا معناها اي نجمش نبعث في الحاله الاستعجاليه. حياه الانسان تولي في خطر، شوفي ينجم يخلط نجم يوصل ولا ما يوصلش. دونك لازمني انا نعمل الحاله هذيك استعجالي. صحيح مشكل الفرق بيناتهم يا حبذا كانت عندنا موجوده الحكايه تولي كلها بالمنظار، منظار من الفم منظار من الكرش باش يخرج المريض بثلاثه نقيبات فما حد شيء. اما كي تولي هكا ما عادش عندنا حتى حل لازمتنا نحل الجراحه اسيال اوفير يعني كجرح الكبير اللي نعرفه، لانه الجرح راه ما عادش كي جرح قبل نتاع 30 و40 غرزه تو براتيكمون نجمو بليزيكارتور نجمو نعملو انسيزيون صغيره نجمو ناخذ مرتاحين وحتى استيتيكمون ديما يكون خير. داكور هذه الحاله الثانيه اللي هو لونجيكوليت، تبدا حاله استعجاليه لازمتنا نحلوها استعجالي ونخرجوا منها كتيو
بشكل مرار كله يخرج البرة، المتعفن هذاك كله يخرج البرة ما عادش يرجع بال على الكبدة معنا. ومن بعد تيو هذاك باش ياخذ وقت ومن بعد باش يتنحى معنا باش نحيه، مش باش يبقى انديفينيما ورا أيه. كي يبقى ببري ام وموايدمي ماكسيموم في الاخر اش بتنحيوه؟ باش نحيوه بالطبيعه باش الجيل هذاك أيه. حتى لين الالتهابات تتنحى والتعفن كله يتنحى والسيكاتريزاسيون تم، وقتها نجمو نحيوه من غير حتى ريسك على حياه المريض ولا بس. دكتور بالنسبه للمضاعفه هذه معناها انسان مثل اللي عنده حجره في المرارة، شنو هما العلامات اللي تنجم تجي نجم نشكو اللي مثل الحجره مثل مشيت للقناه نتاع المرار؟ الحاجه اللي تخلي انه نشكو ان تعدت الحجره هي صفوريه العينين. أيوة. صفوريه أيوة. الكتير هذه علامه جديده معناها ما كانتش موجوده. ما كانتش موجوده خاطر هو تيوريكمو حجره موجوده في الريزرفوار ما عندها حتى علاقه بالمجرى، المجرى بتاع الكبدة يعني ما مش بتعمل صفوريه. فما صفوريه الصفوريه هو شنو؟ هو كي تتسكرك المجرى البيل المرار اللي صنعوا للكبده باش يرجع واللي اوني بير بريسيون باش يرجع في الدم. داكور شي بينك تولي عينين فيها صفر، العينين تولي صفرة. أيوة. البدن يوصل أصفر، راه مش أصفر معناتها أصفر كركم، راه نجم درجات تاع صفورية، راه نجم سوبيكتير صفورية خفيفة راه اللي نوصلوا للصفورية الكبيرة برشا. هذيك راه جينيس تاع لوبستركسيون معناتها انت الدوري تاع لوبستركسيون والساديوري زيد. يعني انا بار اكزومبل كي يبدا عندي ان باسيون جيني عنده صفورية سيستيماتيكمون باش نخم انه عنده اون اونجو كوليت. هذه نحكي كي تبدا عنده كونو بورتور دو ليتياس فيزيكولير، ما نحكوش على ليزوتر كوز اللي هما لي تيومور وكل الحكايات الاخرى، مش موضوع الحس. دونك احنا تو عندنا انسان عنده حجره في المراره، جاك عنده صفوري، اول حاجه نخمم فيها وعمل ميغراسيون كالكولوز تتسمى، الحجره الى ميغري من بلاصتها مشيت للمجرى سكرت المجرى، دونك باش يرجع المرار على الكبده وعلى الدم، دونك باش يعطينا الصفوريه هذيك. راه ينجم زاد حجره موجوده كان في المراره تعطينا الصفوري وقتاش؟ ايوه وقت اللي تبدا الحجره ياسر كبيره من كثرة ما هي كبيرة الفا كومبريمي باش لافوا بيليير هي المجرى نتاع المرار، يصير ضغط على المجرى، يصير ضغط على المجرى باش يرجع المرار هذاك الكل على الكبدة باش يعطينا الصفوري اللي هو راهو سيرار. اما احنا ديما بالطبيعة عند واليميني الحاجة لا بلي غراف ونمشوا من بعد الحكاية اللي ماهيش غراف. داكور معناها أي صفورية مش طبيعية لازمنا نشكو ونمشيو نعديه ولا قدر الله نجيو شو المضاعفة هذي. فوالا صفورية مع حجرة في المرارة، خاطر صفورية عندها برشا معناتها برشا أسباب ومسببات معناها. حتى في البيلون نتاعنا كي باش نعمل لابيليروبين هذيك البيليروبين ثم البيليروبين كونجوغي اللي هي صاي كونجوغيها للبدن يعني خرجت كونجوغي لازم هذيك هي اللي تبدا كبيرة خاطر باش ترجع للبدن. كاين دابيليروبين ليبر ولا حاجة أي حاجة أخرى نجم تكون راهو مثلا أون هيباتيت تعطينا زاد الصفورية. هذاك سيتان تو راهو معناتها بيولوجيك كلينيك وراديولوجيك اهم حاجه. معناها مش اي صفوريه في البدن راهي معناها فما لا. مشكله في المرار ولا احنا ديما نمشوا في اتجاه الدياغنوستيك هذا كيبدا عندنا معروف عنده حجره في المرار وظهرت عليه صفوريه راهو مش طبيعي لازم نردوا بالنا. سانوزوريون خاطر احنا تو بار اكزومبل مثلا ناخذوا ليكزومبل نتاع مستشفى الغالبه اون موين لو ديلي داتونت بين انه يجينا باسيون هكا موجوع في جنبه نعطوه يعمل ايكو حتى لين يوصل البلوك العمليات اللي هو قبل كان براتيكمون 4 5 موا. جاتنا ازمه الكوفيد عامين بالحق لي رونديفو ولاو معناتها بعدو باري معناتها اون كومباريزون بسبيطالات اخرى نسمو ديما ابرك شوي حتى توا موين سي 7 8 موا معناتها باش يوصل يعمل انترفونسيون. اما في لي 7 8 موا ديما نوصيوه للباسيون اي لا قدر الله حكايه يجي للساجي وجيع كثروا الوجيع كثرت الانتنسيتي نتاع الوجيع ظهرتك صفوريه سخانه في دوا كونسلتي اون اورجونس وتعلم الميدسان اللي في الجار انه انا راني عندي اون ليتياز فيزيكولير باش يكون اورينتي باش ينجم يعمل الدياغنوستيك نتاعو الصحيح وشنو هي ليكم شنو هي الكومبليكاسيون اللي عملها في جره الحجره في المراره هذيك. داكور وبالنسبه للعلاج هو هي الجراحه التقنيات تختلف اون فونكسيون دو سيرفيس اون فونكسيون دو لابيتود اون فونكسيون دو لا فوا بيليير في حد ذاتها شنو هي الدوغري نتاعها. دكتور سعد في الحالات هذوما شو انتم تطلبوا معناها تلفزه تطلبوا سكانير بالنسبه للكام للي كادونجوكوليت كادونجوكوليت معناها اسكو مثل الصفوريه مع انت انسان عنده ديجا حجر في المراره سا سوفي للدياغنوستيك ولا تستحق تصاور اخرين كمان معناها تستحق تصاور خاطر اون دو تيتر سور اني راهي حجره في المراره خاطر احنا ديما في الجراحه ديما اون ليمين معناتها لا باثولوجي لا بلو غراف نوصلوا للحاجه اللي ماهيش غراف خاطر احنا ديما فاش نخمو في الحالات هذه سورتو سوجي اجي ما نحكيوش على اون جون فام معناتها دو 38 ans ولا 30 ans ولا 35 ans نخمو على لي سوجي اجي
عنده صفوريه مثلا ولا حاجه بتي ما يمشي مخي لان المرض الامراض الخبيثه صحيح اللي هما توسكي تيمور دو كارفور بليو بانكرياتيك يعني تيمور في المجرى تيمور في البنكريا اللي هما برات خاطر التيويت كلها يعطيو نفس العلامات هما كل ما يتعدوا ما غير يعطيك نفس العلامات في الحاله هذه احنا ديما نمشوا بالليكزام لو موان كوتو ولا بلو فاسيل نبداو بالتلفزه ليكوغرافي ليكو فما ديسيني ديريكت وديسيني انديريكت انا ما نعرفش اكثر منك دكتور تعيس ليكوغرافي احنا شنو باش يعطينا اسكو لا فوا بيلير المجرى هذاك ديلاتي ولا لا اي هذه ديجا اون اورينتاسيون اون اورينتاسيون يعطيني اسكو لا فيزيكول فيها حجره ولا لا خاطر الفيزيكول ما فيهاش حجره فوا بيلير ديلاتي علاش فما مشكله اللوطه ما مشكله تنجم تكون صحيح نجم يكونك التراب ولا الحجر تعدى شويه اما ليكو ما تبين لكش البارتي الاخرانيه نتاع المجرى صعيب البارتي وقتها نتلزو باش نعملو سكانير سكانير هو اللي بلو بيرفورمون في الحكايات هذه باش يعطينا اسكو ثم حجره شنو لا ناتور دو لوبستاكل معناها ازداد شنو نوع ورم ولا حجره ولا اللي هو اون فونكسيون من السكانير هذاك اون با ديسيدي شنو العلاج استراتيجي ثيرابوتيك اللي باش نعمل للباسيون هذاك الباسيون العملي كيفاش باش تتم يا عملي بالمنظار كي ينجم كانوا معناتها لاباس ونجم معناتها يشد روحه نجم نبعثوه يمشي يعمل بالمنظار وبعد يرجع لنا ولا معناتها لاتيتود ثيرابوتيك الفا شانجي اون فونكسيون دي دوني هذاما والبروفيل نتاع الباسيون لي زونتيسيدون نتاعو شنو عنده شنو ما عندوش امراض اخرى باش نجمو احنا نتحكموا شنو باش نعمل في العمليه بالضبط داكور بي دونك هذه لونجوكوليت المضاعفه الثالثه المضاعفه الثالثه المضاعفه الرابعه اللي هي سي حاجه كيرا الحقيقة والحمد لله نيرار الحمد لله أغزمو الحمد لله نيرار هو الكالكول كونسير هو ورم خبيث هو ورم خبيث يصير في يصير في المرارة في المرارة اللي هو أغلبية السبب متاعه يكون من الكوليسيستيت كرونيك ذو من الالتهابات المزمنة الالتهابات المزمنة علاش خاطر حاجة تلتهب وتبرى تلتهب وتبرى تلتهب وتبرى نوعيتها تتبدل نوعيتها الخلية معنى. أصل الخلية باش تتبدل يعني أي. تعمل ضريبة أجريسيون التهاب وباش تبرى ترجع معناتها هي ديجا في حد حتى كان تشوفها ماكروسكوبيكمون تشوفها منك ليها المرارة اللي ما تعقلهاش عبارة تنحي في حجرة احنا بيدنا حتى في الليكوغرافي دكتورة تتبدل علينا الفيزيكول معناها ساعات حتى ما نشوفوهاش نفيقوا بها بالحجر فوالا معناها الكوليسيستيت كرونيك هذيك ريت الكوليسيت كرونيك هذيك ريت التهابات هذيك تنجم تسبب لنا في كونسير خاطر اي خليه تعمل اون اغريسيون مهما كانت نوعها البو دوفينير سيلو كونسيروس تنجم تعطينا يعني الكونسير اللي هو موجود في الفيزيكول بيلير الحاجه الاخرى اللي تنجم تسبب الكونسير هي لو بوليب فيزيكولير بوليب لغتنا العاميه الثلوله ايوه ثم ثالولة تبدأ مثلاً خط إحنا صحيح ثم شكون لا الثالولة هذيك رئيس بابها حجر رئيس بابها حجر لكن لا ساعات ثم دي بوليب كي سون تيسولير هذاك ينجم يبو دي جينيري ينجم يتحول من حاجة بنيني حميدة إلى حاجة خبيثة لا قدر الله هذاك وفما حاجة أخرى أنسيني معناتها في التوسكي راديولوجي هما الكالسيفيكاسيون في الفيزيكول بيليير السين دي كالسيفيكاسيون معناتها سانوز أوريونت معناتها أني رأيت نجم تعمل سابو ديفلوبي معناتها عن كونسير ulteriormo في الحالة هذه لازمنا هناس الحاجة الوحيدة نجم نعملو فيه كوليستيكتومي بريفنتيف أيوة كوليستيكتومي بريفنتيف سوجي أجي عنده أن بوليب معناتها بوليب ثالولة لازم ينحيه حجرة أسمتوماتيك ما نحيهش أيوة خاطر لو ريسك باش تولي ان كونسير معناتها لي بلو اوغمونتي معناتها تبدا في البوليب من الحجر داكور دونك هذا هما براتيكمون الاربعه لي كاتر كومبليكاسيون اللي عندنا في الحجر في المرار اللي هو راهو باثولوجي راهي بالحق اللي سوز استيميرو في تونس ومالغري اللي هي فريكونت فريكونت برشا خاطر ديما نرجع نعاود نفس الشيفر اللي هو 10-15% من البوبولاسيون جو بونس حتى لل 20% عندهم حجر في المرار ملي 20% هذاك ما همش الكلهم باش يتشقوا 80% معناها 80% حتى اسيمبتوماتيك فوالا دونك احنا تو باش نلخصوا هذا الكل معناتها باش نعملوا كم تيت كونديتا تونير بار اكزومبل قريبك ولد عمك عمك خالك عنده هكا حاجه عنده حجر في المرار الحاجه الاولى الحجر في المرار كيفاش فاق به فوالا فاق به على خاطرها وجعته فاق به على خاطر وجعته ولا فاق به على خاطر مشى عاد عليك لا على الكلام تاعي ولا عاد على حاجه ولا اخرى ولا تبع السكر عمل ايكو ولا حاجه هذه اول سؤال تسال خاطر كانوا مشى عاد على الوجع ديجا سي تو ليتياز فيزيكولير سامبتوماتيك ما دام موجوع سامبتوماتيك هذه حاجه
ينجم يكون راه زاده حاجه اخرى، تنجم تكون الالام اللي موجوده لهنا في الجنب اليمين تنجم تكون سببها المعذره مش بالضروره. هذاك علاش فما شكون سيستيماتيك موي دوموند معناتها في بروسكوبيك سورتو تبدا عندك هكا لي سيني نتاع شويه تقرحات في المعده وعند انتيسيدون قبل نتاع وجع في المعده ولا ياخذ في دويه تضر المعده، وقتها نجم انت تطلب انا في نتاع زملائنا اللي غاسترولوج يعملوني في بروب باش نتهنوا المعده لاباس. انا مش نجي باريزوب نحي المراره وسبب الدم الزين، هاي ناحيتها المراري عنده حجر ومش يقعد موجوع، مش يبقى موجوع خاطر مشكلته ماهيش في المراره. انا سادبون اسكو الوجيع هذيك من المراره ولا لا؟ بون احنا فوتيتر سور اني الوجيع من المراره، سمبتوماتولوجي من المراره لازم تتنح. شنو اللي باش يفرق ما بين اسكو لو دوغري دورجونس هما لي كومبليكاسيون نجم يصيروا؟ فهمتني؟ هي الاكثريه سي معناتها البروفيل تيب نتاع ليتياز فيزيكولير، هي مرا اوبيز تاكل برشا زيوت تاكل برشا شحم، هذا هو البروفيل تيب نتاع نتاع ليتياز فيزيكولير. دونك كان مشى عدى على اي باثولوجي اخرى وهاك زون ديتيكتي الفقره اللي عنده حجر، وقتها راهو تعمل الكونسلتاسيون نثبتوا معاه اسكو شنو هما الاعراض اللي سميناهم بكريكلوجيا، يحس في روحه مقلق بعد الماكله اسكو عنده ولا لا، خاطر ساعات فما شكون راهو لي بلو سوسيبتيبل للدولور اكثر من غيره، راهو فما شكون ما يتحمل وما عنده عادي، فما شكون اي حاجه تقلقه اللي اكزاجير انا ما يعطيش امبورطونس للعلاج هذاك. هنا الامبورطونس تاع الانتروغاتوار نتاعك لازم تسال مليح وتثبت وتكزاميني وتعاود تسال وتعاود تساله مره اخرى وتعاود نفس السؤال مره اخرى باش تخرج بالمعلومه. كاين ما فما حتى شيء بالطبيعه باش معناتها باش نعطيوه ان تريتمون سيمبتوماتيك ويروح، كانوا مش مقلقوا الحاجة سيراريا مي لازمنا ديما نتبعوه، لازمنا ديما نوصيوه كان عندك الاعراض مثلا نتاع الكوليسيستيت ولا البنكرياتيت ولا اللي هو لازمك ترجع تعدي في وقته. الحاجه الثانيه سوبوزون باسيون جيك على وجهه في جنب وعمل لي نيكوغرافي وعمل لي بيلون تاع عمل نيكوغرافي وانا ديكوفير اللي تياس فيزيكال، يعني السيد هذا ديجا جيك موجوع، هذا الفولو بيري هذا لازمو هذا الفولو بيري لو بيري وقتاش كيما حكينا بكري لازم ديما كل شيء يتم في امور معناتها قانونيه علميه طبيه صحيحه. يعني شنو يعني لازم ياخذ يشوف طبيب البنج خاطر متحبوا تاك عمليه لو في الاخر فما ترقيد وفما لي ريسك نتاع البنج لازم طبيب البنج عادي يعني خاطر ان يا با دو بتيت شيروجي كل شيروجي سي تي غرون شيروجي انا بالنسبه لي كيما واحد باش ينحي فر مجنب كيما باش يعمل عمليه على على المخ فما بنج فما بنج كيف كيف لازم ياخذ موافقه نتاع البنج المبنجين هما اللي باش يشوفوا اسكو عنده احنا عشك عنده امراض مزمنه لازم تتصلح، عنده قصور مثلا في القلب ولا في الكلى لازم يتصلحوا، عنده مشاكل اخرى لازم تتصلح الامور الكل باش نجموا نعمل العمليه هذه، على خاطر العمليه سي با اون انترفونسيون اورجونت اورجونت. وقتاش ندخلوا في حالات الاستعجاليه؟ حالات الاستعجاليه اللي هما شنو؟ وجايع برشا تعمل دي كريز كي تسموا دي كريز هيبرالجيك، موجوع برشا هذاك لازمك تدخله خاطر كمان الانسان عنده الحق باش ما يتوجعش. صحيح. عندك كي يبدو ديكريز ياسر قراب لبعض ديكريز سوبانترونت يبدو ياسر قراب، يعني انسان لا كاليتي دفي زاد مهمه برشا، مش واحد باش يجيك مره في الجمعه ولا في الجمعتين لي زورجونس باش يولي يجيك كل نهار اي حاجه ياكلها يتقلق هذاك هذاك لازم يتشق فوالا اون اورجونس ديفيري سي با اون اورجونس يعني نرقدوا تو ونشقلوا تو معناتها تبجلوه على دي باسيون اخرين فوالا نبجلوه على دي باسيون اخرين وتو ندخلوا في توسكي كومبليكاسيون يعني عنده سخانه وجيع حاد ما حبش تتنحى هذيك توسكي كوليسيستيت بنكرياتيت مثلا ولا يرد برشا وجيع في وسط وين فم المعده نقولوا احنا البلاصه هذيك ما حبش تتنحى الوجيع بالطبيعه اون فادياغنوستيكين بعد يعني بنكرياتيت ولا لا كان عنده نونجيكويت يعني كسفوريه ولا حكايات هذيك والا لو كونسير اللي هو اكثر اعراض فيه اللي هو الوجيع اللي ما تتنحاش جمله داكو دي دولور كي سون مع خاطر لي كريز نتاع كوليك هيباتيك وجاي ما تنحاش دونك في الحالات هذوما معناها العمليه بتصير بصفه استعجاليه فوالا العمليه بتصير بصفه استعجاليه داكو دونك نخدم معاك دكتور ما بعد العمليه معناها فماش دي بريكوسيون فماش احتياطات فما احتياطات فما دي بريكوسيون اهم سؤال يسالوه اون جينيرال دكتور وقتاش ناكل دكتور اش ناكل هذوما سي لو كلاسيك سي لو كلاسيك اول حاجه اي انسان عامل اي تدخل جراحي سورتو معناتها احنا باش نحلوا الكافيتي ابدومينال عن الجهاز الهضمي معناتها الجهاز الهضمي باش يبخل اي باش يبخل هي تبدا معناتها اون فام كي فا اكوشي
هو مش يبخل ديجا باش يبخل مثلا ما له علاقه بالهجلة ما عنده حتى علاقه بالبنج باش يبخل الدنيا كلها صحيح كل شيء مش هو اللي فرالونتي كل شيء فرالونتي يعني احنا ديما اي انسان يعمل اي عمليه بنج كامل ديما باش نبجلو انه ياكل لكتوسكي حاجات جايه حاجات خفيفه بالطبيعه بعد ما يطلق الغازات نتاع مش ديريكت خاطر التيوب ديجستيف حابس لازم يخدم فوالا دونك بشنو باش نبجلو توسكي ياكل الحاجات الخفيفه البرود والحكايات الجاريه اللي ليكيد اسهل هضمها هضمها يكون اسهل برشا من اللحم ولا من الحكايات هذيك الكل. السؤال ديما يتسال دكتور باش نرجع ناكل كيما قبل ولا فوالا قبل كان ثم اون اتيتود انه اللي نحى المراره باش تقطع عليه المقلي تقطع عليه العظم تقطع عليه الشحم لا على خاطر الريزرفوار هذاك صحيح تنحى هو لكن لافوا بيلير المجرى هذاك بالوقت بالوقت الفاسو ديلاتي وباش يلعب هو دور الريزيرفوار سبحان الله معناها يا ربي ديما عنده فما ديما حل ديما فما حلول مع البدن والله ديما فما حل يعني ريت من بعد العمليه صحيح ممكن تتقلق بيريود دول على خاطر ما عندكش لا كونتيتي بالضبط ما عندكش شكون باش يهضمك الشيء هذاك لي ليبيد هذاك من الكل ما عندكش لكن بشوي بشوي تتحسن الامور تنجم ترجع تاكل كيما كنت قبل صحيح لو كانوا يوصيوهم مش معاش لا ياكل لا مقلي لا زيوت لا حتى شيء. اما نجم نقولوا ينقص منهم وكا هو معناها باش ينقص منهم على خاطر هو بيدهم نفس الحاجه اللي تسبب لك تكون الحجر صحيح. خاطر عاود ينجم يكون لك حجر في المجرى المره هذي ديريكت. فوالا. فهمت؟ وهذا هما لي بريكوسيون اللي نوصيوهم احنا بعد العمليه. يعطيك الصحه دكتور. مرحبا بك. ميرسي بوكو باسم. دونك لا ليتياس فيزيكولير ديما سي ان سوجي داكتواليتي الحجر في المراره وديما ثم التساؤلات عليها. راك شوف ديجا انت عندك لي كيستيون تاع لي باسيون الكل عندك. ديما التساؤلات وديما الدنيا تتطور وديما فما حاجات جديده وديما فما جدد وديما فما الحلول راهو بحول الله ما فماش حاجه ما عندهاش حل توسكي ليتياس فيزيكولير حلول موجوده ان شاء الله. يعطيك الصحة باسم ميرسي بوكو على تلبية الدعوة الدكتور باسم الزايدي مساعد استشفائي جامعي بالجراحة العامة بقسم الجراحة العامة بمستشفى الأغلبة بالقيروان كضيف اليوم في البلاتو حكينا بالكدا على الحجر في المرارة ومضاعفات نتاعو شكرا كبير لأحمد مخروفي في الإخراج تقنية الحصة دكتور أمين عيسى نجار تعطيكم رونديفو كالعادة نهار الجمعة الجاي في موضوع جديد وضيف جديد باي باي إلى السيمين بروشين.